السلام عليكم، انا اسمي شي فوزي مميز من دوار تيخت، تبعت لجماعه اداسيل اقليم شيشاوه. خويا انا كنت ساكن في مشط، جماعه مشط تبعني في اقليم شيشاوه، كنسكن تما وعائلتي هنا، اكثريه كامل عائلتي هنا. ضرب علينا هذاك الشيء الزلزال، ضربنا تما، خرجنا كنغوطو، خرجوا الناس، خرجت عائلتي تما، هزيت التليفون دورت لواحد الدري صديق ديالي هنا في الدوار، قلت ليه واش ضربكم انت نتوما هذا الشيء؟ قال لي عافاك طيبكي، قال لي عتقنا، راه الدوار كامل مشى. هزيت انا موطوري طلعت، كانوا شي دراري سافقيني، واحد الدري راه داز حتى هو عنده بنيه ومرتو. جيت طلعت معاه، لقيت الطريق محبوسه، هبطت الموطور مع الواد وطلعت مع الواد، وغمر بحياتي وجاي، والطريق تطيح عليا وغادي، انا جاي مكسيري. وصلت اللي قربت نوصل الدوار، لقيت عاوتاني الحجار كبار في الطريق، يعني اضطررت ناخذ لي موطوري في الدوار يغرمان بعيد عليا واحد 10 كيلومتر، خليت فيه موطور، جيت على رجليا. ملي وصلت لقيت الدراري مصدومين، يعني الناس كاين اللي غيتنقد، وكاين الدراري اللي كاينين هنا، كاينين غير شي 6 الدراري ومصدومين، والاتات ما كاينينش. جيت انا هنا لقيت واحد عمت الوالده يعني في حاله خطيره، جبتو عاونت الدراري، طلبتهم، قلت لهم انت هي صبروا نجبدوا هذا، جبتناه خرجناه، مشينا جبنا واحد السيد اخر خاطر حتى هو خرجناه، مشيت عند واحد مول حانوت هنايا مسكين، لقيتو حتى هو كيعيط عليا بسميتي فوزي عافاك ما تخلينيش عاوني، خرجتو عاونتو، طلعت لفوق الدوار فين كيسكن جدتي وخالي وجدتي الله يرحمه، لقيت خالي مسكين حتى هو في حاله خطيره يعني، تنحاول باش ما عندنا الاتات الاول، تنحفر اي بيت انا وواحد السيد، تخرجنا ليه رجل وجبناه ومرته وبنته ماتت. وجدتي حتى للصباح الغد في الصباح بكري طلعت، يعني حنا ما بايتينش، حنا كندورو في الدوار من الجوج باقا ضربه مع الجوج، حنا كتحرك فينا والجوج مغاطرين بحياتنا، وكنجبدو في الناس والناس مكرفسه وما كاين اللي يساعدنا ما والو. يعني طلعت لقيت جدتي مع ديك 7 الصباح ولا 6 مسكين، ملي تخرجتو لقينا جوج الناس اخرين باقيين حيين، تنجبدو، جبدنا مره، بقى السيد طاح عليه داك الشيء، مازال مات السيد الله يرحمه. يعني داك اللي نقدنا راه نقدناهم، الورقه المدنيه ما جات طال 11 شونس، يعني لقاتنا نقدنا اللي بغى يتنقد، بقاو هذوك اللي ميتين، يعني ما بقى حتى شي حد غينقدوهم. 11 شونس النهار من موراهم شي الوحده هكاك، جا العسكر، عاد جا العسكر، جاب الاتات، بداو كيجبدوا في الناس، كيجبدوا في الناس بعد اللي ميتين. وملي جبدوهم حفروا ليهم حفره كبيره، ودارهم مجموعين في حفره وحده، يعني ما كاين لا الصيمه لا كياس، ما كاين لا كرياج يدوروا. دابا حاليا يعني يمشي الكلب يحفر عشان كيجبد الجوده، جبد الجوده تخت شي واحد. انا مشات لي هنا عائله الوالده كلها، مشات بنت عمي بولادها الصغار هنا نيت حدايا، دابا كنصور يعني كلشي مشى. فاش اللي مخاطرين دابا الناس داروا ليهم حفره صغيره ولاحوهم بحال يعني حاشاك بحال الكلام نيت، والكلب دابا يجيو يحفروا غيجبدوا اي جوده، يعني ما كاين لا، خص كل واحد يديروا ليه قبره. ودابا السكن اول حاجه بعدا يعني هذه الضروري هي السكن، يعني السكن ما عندناش، هذا هو اللي خصنا من الضروره السكن. الناس دابا ساكنين غير بجهه الواد، دابا يجي الواد راه كيجي الواد كيحمل بزاف، يجي الواد يحمل غيدي معاه اللي باقيين عايشين، الدراري الصغار وكذا، ولا جات الشتا حنايا في القيطونات غنزيدو غنمشيو حتى حنايا. يعني هاد الناس خصهم السكن، ولا شي يعوضوهم في شي قنت اخرى، يعني حتى يديروا لينا السكن في بلادنا، حيتاش حنا ما غاديش نخليوه بلادنا، يعني حنا بغينا السكن في بلادنا، يعني ما كاينش اللي غايقول لينا غنعوضوكم في شي قنت اخرى، ما بغيناهاش، حنا بغينا السكن في بلادنا، يجيو يقادو لينا بلادنا ويديروا لنا فيها السكن، يديروا غير 60 متر لواحد يعطوها لي راه كافي، انا حنا نعيشوا في بلادنا، ما بغيناش كون بغينا شي بلاد اخرى ومشينا ليها. لا ما بقاش اللي بقى ما جبدوه حتى على اليومين، اخر بنت جارتنا جبدوها على اليومين، بس يومين عاد جبدوها. والترانسبور دابا حاليا حنا ما عندناش، مول المرسيدس اللي كيدينا مسكينه راه توفى، يعني هي مرسيدس واقفه تما، يعني هاد السيد الا بغى شي واحد كاع الا بغى يدينا غيحل مع المخزن، يعني على الوثائق وكلشي ما سميتو ما والو، يعني من الضروري حنا خصنا بعدا السكن، وخصنا الترانسبور اللي يدينا ويصلنا، ما عندناش، وديما كنعانيو من هاد الترانسبور، والطرقات ديما حنا مكرفسين فيهم. تتكون الشتا دابا خصك تجيب الماكله ديالك، الا خصاتك شي حاجه هنايا خصك تسنى حتى للحد، حنا كيعمر عندنا غير سوق الحد، خصك تسنى الحد عاد باش تمشي تقدا لوليداتك. الناس هنا مضرورين، الدراسه عندنا هنايا قليله، الدراري دابا اكثر يعني في الدوار عندنا ما كاينش شي واحد قاري، ما عندناش شي واحد انا حنا قاري واصل لشي مستوى نقولوا يعني طالع ولا شي، ما كاينش،
والو. البنادم كيوصل للست خصو يمشي هو يخدم على والديه يعاونهم، لان علاش كتكرفصوا بزاف الناس كتخدم كتمشي كتمشي كتغيب على ولادك 3 شهور 4 شهور 6 شهور 5 7 عام، كاين اللي كيمشي عام العام باش كيجي كيلقى مرتو حامله ولدات جوج ولاد تيم، يعني مكرفصه بنادم. كاين مساعدات جاوكم شي مساعدات؟ مساعده الحمد لله، ما نقول ما كاين المساعدات كثار، وحتى يعني الحمد لله كل شيء كاين، الناس عاونونا، حتى المسؤولين داروا معنا جهد كبير عاونونا، الله يرحم ليهم الوالدين ما نساوش خيرهم، يعني حتى هما داروا معنا مجهود كبير، وراسنا وتطرا باقيين معنا وكل شيء الحمد لله، حتى هما كيتعاونوا معنا ومعاونين مع بعضياتنا، ولكن حنا خاصنا السكن اخو، يعني السكن هو الاول. انا دابا تهبط لهنا وتصور غتلقى الناس ساكنين هيك في الخيام، خيام دابا وسط النهار راه كيكون عليك الصهد لداخل، كنضطروا نخرجوا على برا، وبالليل عاوتاني كندخلوا كنحسوا بالبرد، يعني الناس خصهم ضروري السكن ديالهم. ودابا الناس انت كاع الناس كيجيبوا لينا الفراش، يجيبوا المانط، يجيبوا كلشي، داكشي كيتوسخ تما وكيطير، يعني بنادم خصو السكن، خصو دارو، اللي بغى ديك الساعه يساعدنا بالمانط وهذا الشيء هذا، ديك الساعه كله يساعد في دارو والناس غتمشي بخير. اما بهذه الحاله هذه حنا باقي غنضرو بزاف، الا جات دابا الشتاء هاد الايام يعني غنفقدوا هاد الناس اللي باقيين عندنا حنايا.